السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. اليوم كما كتشوفوا معايا جيت الاكسيون، غادي ندير واحد الجوله هكا ونوريكم الجديد. اون فوا دخلت الاكسيون بصراحه لقيت الجديد في اكسيون. هنايا لقيت هاد البلاطوات، هادو شوفوا معايا غزالين هاد البلاطوات. هاد البلاطوات هادو البنات راه اول مره غادي نلقاهم هنا في اكسيون. كما شفتهم قلت غادي نصورهم لكم هما الاولين، اللي هما غزالين يعني بلاطو ميغوار. شفتوا معايا الشكل ديالهم رائع، زوينين هادو. اللي هو الثمن ديالهم 3.99 أورو، يعني الثمن ديالهم ما غاليش وزوينين في نفس الوقت. شي حاجه راقيه بحال الشكل ديال الكريستال، عرفتو من بعيد واحد المنظر فيهم يعني تيعطي داك الضوء بحال كريستال، زوينين هادو. مول البنات اللي هنايا هنا في فرنسا ولا فين كاين اكسيون ولقيتوهم خذوهم، زوينين. وحتى الخدمه ديالهم، الخدمه ديالتهم صحيحه يعني زوينه. شو الشكل ديالهم كيفاش؟ هاد البلاطوات هادو الحجم ديالهم 17 على 6 سنتيمتر، جاو دايرين شفتو على هاد الشكل. هادو غزالين. يعني انا جيت هنا الاكسيون، جيت صباح بكري. لما جيتوش بكري راه ما كتلقاو حتى شي حاجه، يعني اون فوا حل الاكسيون دخلت كما العاده باش نلقى يعني حويجات جداد. بصراحه يعني حاطين الجديد بزاف اكسيون، حاطين بلاطوات، حاطين داكشي جديد وزوين. كنلقى هاد الديكور هذا ديال الاناناس، شفتو هذا كيشعل فيه الضوء، شفتو معايا الديكور زوين الصراحه، فيه اللوينات. هذا حتى هو اول مره غادي نلقاه، اللي هو الثمن ديالو 2.93 أورو. شو معايا الشكل ديالهم كيجيو هكا غزالين، يعني ما حاطينش فيهم بزاف، فيهم 3 ديال اللوينات، هادو هما اللوان اللي فيهم. وهنا كما كتشوفوا معايا حطيت البلاطوات اللي كانوا من قبل، هادو راه ديجا صورتهم لكم. اللي ما صورتش لكم هما هادو، شفتوا الشكل ديالهم؟ هادو كاين في الدوغي وكاين في الارجون. هادو الثمن ديالهم 1.99 أورو، الحجم ديالهم 16 على 16 على 1 سنتيمتر. وهادو كنت سبق ليا وكنت صورتهم ليكم من قبل، شفتوهم. هادو الثمن ديالهم 4.99 أورو، وكاينين هادو تما راه كنت صورتهم ليكم واحد لا فيديو، شفتو الثمن ديالهم 4.99 أورو. والحجم ديالهم هادو 35 على 31 سنتيمتر. هنا كما كتشوفوا معايا لقيت هاد البلاطويات هادو، لي بلاطوات كبار كيجيو بحال الشكل ديال الطابله. شفتوا معايا كديروا فيهم هكا ديكوراسيون، لا تقدروا تقدموا فيهم شي حاجه، كبار وزوينين. غادي نوريكم هنايا ونوريكم حتى الحجم ديالها. هاد البلاطويات هادو شوفوا معايا يعني الحجم ديالهم، هذا هو الحجم ديالهم 56 على 56 على 6 سنتيمتر. هاد البلاطو هذا الثمن ديالو ما مافيشيش هنايا، فسولت في لاكيس قالوا لي 8.49، يعني 8.49 أورو الثمن ديالو، يعني راه كبير كما قلت لكم. هذا في الخشب يعني ديال العود ابيض، شفتوا الشكل ديالو غزال. هذا هو الشكل ديالو، كتقدروا ديروا كما قلت لكم ديكوراسيون، لا تقدروا تقدموا فيه شي حاجه هكا، حتى الماكله ولا اللي بغيتو. ويعني الشكل ديالو رائع بزاف. وهنا كاين هاد ديكوراسيون هذا، شفتوا الشكل ديالو، الشكل ديال لي بابيون. هذا تقدروا ديروه في الحيط هكا، يعني كديكوراسيون. اللي هو الثمن ديالو 7.49 أورو. شفتوا معايا الشكل ديالو حاجه كيما هكا، هذا هو الشكل ديالو، يعني تقدروا تعلقوه هكا يعني بالعرض اولا بالطول كيما بغيتو. شفتوا الشكل ديالو،
كاين غير هذا اللون هذا في البلون، ما فيش يعني ما كاينش اللوينات، في غير هاد لا كولور هادي البلون. شفت معايا الشكل ديالو؟ يعني جا زوين وراقي. هنا كما كتشوف معايا حاطين هاد لي بلون ارتيفيسيال، حاطين يعني الجديد بحال هادو اللي كاينين هنايا في الارض، اول مره غادي نشوفهم. شفتوا معايا الشكل ديالهم؟ الشكل ديالهم غزال، يعني من بعد هكا كتقولوا يعني فري، يعني ماشي هما غير ارتيفيسيال. شفتوا الشكل ديالهم غزال زوين. عرفتوا انا البنات درت ليها هاك، انا عرفتها ارتيفيسيال، الا عرفتو كتبان بحالها يعني فري، درت ليها هاك زعما بغيت نتاكد ملي راه ارتيفيسيال. زوينين هادو شفتو معايا، مي فريمون الثمن ديالهم معرفتش. يعني هنايا مخلطين الاثمنه، شوفوا معايا هنايا ديري الاثمنه مخلطين، حيت كاينين بزاف حاطين. شفتو حاطين يعني شكل بزاف هنايا. دابا حيت مع الصيف يعني حاطين هكا الاشكال. كاينه هذه زوينه، هذه الصراحه هي الثمن ديالها 10.95. شو كبيره كتجي على هذا الشكل، هذا فيها 80 سنتيمتر. شو الشكل ديالها زوين رائع، حتى هي غير ارتيفيسيال هذه، وكاين هذا الشكل هذا. الثمن ديال هذه 9.95. كتجي على هذا الشكل هذا، زوينه هذه حتى هي. كاين غير هذا اللون الغوز، وكاين هادو، هادو تما رائعين زوينين. هادو الشكل ديالهم جا كيما هكا. هادو الثمن ديالهم 6.95. شفتو الشكل ديالهم؟ وكاينين هادو 4.99، 4.99. وكاين هاد الشكل هذا، يعني حاطين هنايا هاد لي بلونط هادو، حاطين شكيلات غزالين زوينين كيما شفتو. كاين هاد الشكل هذا، وكاين هاد الشكل. شوفوا معايا هذا زوين الصراحه، حتى هو رائع. هنايا هاد لي بلونط هادو هنايا في اكسيون ما تيكونوش غاليين، يعني بواحد الاثمنه اللي رخيصه بزاف. شفتوا هذا الثمن ديالو 4.99، 4.99. هنا كما كتشوفوا معايا كاين هاد القريعات هادو، جوج الشكل ديالهم كيما هكا، وفيهم هاد الرجيني هادو، تقدروا ديروا فيهم هكا عصير ولا الماء ولا اللي بغيتوا. فيهم هاد الرجيني هكا كتحلو هنايا باش كيخرج هداك الشيء من هنا، يعني العصير ولا أي حاجة درتوها. زوينين هادو، شفتو معايا الشكل ديالهم. بالنسبة لهاد الصيف هذا كديرو هنايا كيما كتشوفو، كتحلو هادي، هادي كتحل هنايا وكديرو العصير ولا هكا الليموناد ولا أي حاجة، وكتخرجهم هنا من هاد الروبيني. هادو الثمن ديالهم 1.99، 1.99. كيزو إترونس ديالهم. وهنا كاين هاد لي فيغ هادو، شوفوا الشكل ديالهم زوينين هادو، كديروا فيهم تما هكا عصيرات الدراري ولا اي حاجه. شوفوا الشكل ديالهم، هادو الثمن ديالهم 99 سنتيم، 4.99 سنتيم. هنا كاين هاد لي فيغ هادو، شفتوا الشكل ديالهم جا كيما هكا. هنا كاينين ثلاثه، شفتوا معايا ثلاثة ديال لي فيغ هنايا، والثمن ديالهم 1.99. شوف الشكل ديالهم زوين هكا، بالنسبة للعصيرات ولا هكا المشروبات زوينين هادو. وهنا كاين هاد الشكل هذا، شوف هادو راه كاينين ستة، يعني ستة ديال الكيسان، اللي هو الثمن ديالهم 1.99.
وكاين هذا الشكل. هادو هادو 6 6 هادو صغار ديال اتاي. شتو اتاي ولا قهوه ولا يعني ماشي بحال اللي وريتكم من قبل. هادوك ديال العصيرات ديال المشروبات. شتو معايا هادو 6 6 اللي هو الثمن ديالهم اورو 89 انو 89. كيجيو كيما هكا. هنا كاين هاد القريعات هادو شوف ديالهم صغار. هادو الثمن ديالهم 59 سنتيم 59 سنتيم. الحجم ديالهم 5 على 8 سنتيمتر. شفتوا الشكل ديالهم جا كيما هكا يعني كتسدو من هنايا. شفتوا هادو زوينين حتى هما حاطينهم هنايا. كديروا فيهم اي حاجه يعني كتسدو مزيان ما كتبقاش كيدخل ليهم هذاك النفس هنايا ولا حتى شي حاجه. يعني الا بغيتو ديروا شي حاجه كترقدوها كتبقى يعني شاده وكتصدق لكم مع هاد القريعات. هادو كاين فيهم الكبار شفتهم هنا ما كاينش الكبار. هما فين كيحطوهم هنا في اكسيون كبار. من اليوم لقيت غير هادو الصغار وصورتهم لكم. هنا كما كتشوفوا معايا كاين هاد لي كوسا هادو قلت غادي نصورهم لكم بحكم اول مره غادي نلقاهم هنايا في اكسيون. يعني الشكل ديالهم زوين وجايين يعني كبار هكا يعني مخدات كبار. شمعيا غادي نبعد لكم تشوفوهم كيجيو كبار. هادو اللي هو الحجم ديالهم 60 على 60 سنتيمتر. الثمن ديالهم 8 اورو فاصله 95 ويت 95. فيهم هاد المارو هذا كليغ وفيهم هذا المارو يعني شويه فونسي. شفتو وفيهم الكري. الشكل ديالهم جا كيما هكا زوينين. هادو يعني التو ديالهم رطاب زوين. هنا كما كتشوفوا حاطين هاد الخشاوات هادو ديال لي كوسا اوز دو كوسا انو 99 اورو 99. شو الثمن ديالهم؟ وكاين هاد الشكل هذا جا بحال الفورير هكا زوينين. هادو فيهم لي كولور فيهم المارون فيهم هاد فيهم النوار فيهم هاد البلو هذا بحال هذا بحال الكري. الثمن ديالهم 3 اورو فاصله 39. الحجم ديالها 45 على 45 سنتيمتر. وكاين هاد الشكل هذا حتى هو يعني رطب بحال يعني ديال الفورير. هذا الثمن ديالو 2 اورو فاصله 99 2.99. الحجم ديالها 45 على 45 سنتيمتر. كاين هذا الشكل هذا كاين هذا النوار فيه النوار والمارون. الثمن ديالو 2.49 اورو فاصله 49 سنتيم. الحجم ديالهم 45 على 45 سنتيمتر. وكاين هذا الشكل هذا شفتوا هذا من هنايا في التوب عادي كتان. هنايا في هذا الفورير هذا اللي هو الثمن ديالو 2.49 سنتيم 45 على 45 سنتيمتر.